السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا في هذا المكان الرائع في البلدة الحبيبة أندونيسيا المسلمة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل بلاد المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. قصة اليوم هي قصة آخر رجل يدخل جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن الذي يخبرنا بتلك القصة؟ هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر رجل يدخل الجنة، فقال: هو رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة، والصراط طبعا منصوب على متن جهنم، أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم يا رب العالمين من نار جهنم. قال: فهو يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يعني يقع مرة، وتسفعه النار مرة، يعني تلسوعه النار مرة. قال: فإذا ما مر من على الصراط، والصراط طبعا أنتم يعني لا تتصوروا مدى طول الصراط، طول لا يخطر على قلب بشر، شيء ما بين يعني ما بين ظهراني جهنم، يعني من طرف جهنم من الطرف ده لحد الطرف ده، الله يعافينا وعافيكم يا رب العالمين من حر النار ومن عذاب النار، اللهم آمين. فإذا ما مر من على الصراط استدار هذا الرجل ونظر إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني الله منك، فقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. تخيلوا حضراتكم، هو آخر واحد هيخش الجنة ومع ذلك بيقول ده ربنا أعطاني حاجة ما ادهاش لحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. فإذا ما ظل على تلك الحالة وإذا بالملك سبحانه وتعالى يغرس له الشجرة، وتخيلوا بقى شجرة غرسها مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، فيغرس له الشجرة فينظر إليها وينظر إلى الماء العذب الذي يجري من تحتها، فيقول الرجل: يا رب يا رب. فيقول جل وعلا: ما لك يا عبدي؟ فيقول هذا العبد: يا ربي أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا: عبدي، ألئن أعطيتك ذلك ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا بعد ذلك. فيقربه المولى عز وجل ويدنيه من تلك الشجرة، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ويفضل على كده بقى فترة مستمتع بقى بشجرة غرسها مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، ويستظل بظلها ويشرب من مائها، وهو اللي كان محروم من المية ومحروم من الهواء ومحروم من الظل، وكان ماشي على الصراط فوق نار جهنم، الله يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. فإذا به بعد فترة الله عز وجل الملك سبحانه وتعالى، بدل ما يدخله الجنة مرة واحدة، يبقى لسه ماشي من على النار وداخل الجنة مرة واحدة ممكن يحصل له حاجة، فإذا بالملك سبحانه وتعالى ينقله إلى النعيم، يعني سنة سنة كده، يعني بالتدريج. فإذا بالملك سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك يغرس له شجرة ثانية هي أجمل وأبهى وأجمل من الأولى، فينظر إليها العبد فلا يكاد يصدق، فيصرخ ويقول: يا رب. فيقول: ما لك يا عبدي؟ فيقول: أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فإذا بالملك سبحانه وتعالى يقول: عبدي، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، الحاجة اللي هو شايفها ما فيش حد في الدنيا يقدر يصبر عليها. فإذا بالملك سبحانه وتعالى الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم يقربه من الشجرة الثانية، فيستظل بظلها ويشرب مائها، ويظل على ذلك فترة من الزمان، ثم يغرس الله عز وجل له شجرة ثالثة، ولكن بقى في مكان استراتيجي. فين يا جماعة؟ على باب الجنة. يا رب ارزقني وإياكم الجنة يا رب العالمين. فإذا بهذا الرجل أول ما يرى الشجرة الثالثة يصرخ: يا رب يا رب أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا: عبدي ما أغدرك؟ يعني انت على طول بتغدر، مش انت لسه مدل؟ ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيء غير ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه.
فإذا بالملك سبحانه وتعالى يقرب العبد من تلك الشجرة الثالثة اللي هي فين يا جماعة الخير؟ اللي هي على باب الجنة. فأول ما يقرب من الشجرة الثالثة ويستظل بظلها ويشرب من مائها يسمع صوت نعيم أهل الجنة اللي يا رب إن شاء الله نكون منهم إن شاء الله، نكون منهم كده ونكون من السابقين الذين دخلوا الجنة. فيسمع صوت نعيم أهل الجنة فيصرخ العبد يا رب يا رب، فإذا بمالك الملك وملك الملوك الرحمن الرحيم الودود الشكور سبحانه وتعالى يقول: عبدي ما الذي يصريني منك، أي ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني؟ فيقول يا رب أدخلني الجنة، خلاص بقى يا دي آخر حاجة أنا عايزة، أدخلني الجنة. فيقول جل وعلا: أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول الرجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك عبد الله بن مسعود راوي الحديث فقال للصحابة: ألا تسألوني مما أضحك؟ مش تسألوني أنا بضحك ليه؟ فقالوا: أجل، مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال: أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما روى هذا الحديث جاء عند هذا الموضع وضحك. فسأله الصحابة: على ما تضحك يا رسول الله؟ ما الذي أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أضحك لضحك رب العزة. إذا الله يضحك؟ نعم الله يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضحك لضحك رب العزة. فإن العبد لما قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: يا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فيدخل هذا العبد ويستمتع في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.